فاهمين. يحضر معنا ايضا تلميذ اخر. واش تجوزتو صباح؟ اللغه العربيه. ايه وثاني؟ ومن بعد الرياضيات. الاسئله تاعكم كيفاش كانوا؟ كيفاش جاوبت الاسئله؟ سهلين. كانوا سهلين، جاوبت عليهم كامل. اها. يحضر معي تلميذه اخرى ايضا. كيفاش جاوبت الامتحانات؟ سهل ولا صعب؟ سهلين. وراكي مجده روحك العشيه، واش عندكم العشيه؟ اللغه الفرنسيه. هذا مكان شحال فيها؟ زو سوايع ولا ساعه؟ ساعه ونصف. ساعه ونصف. وصباح الاسئله كيفاش كانوا؟ كيفاش تعاملوا معكم التلاميذ اللي الاساتذه اللي كانوا في الحراسه تاعكم؟ كيفاش تعاملوا معك؟ بلطف. نعم. يحضر معي ايضا. جاوبتي على كامل الاسئله؟ نعم. اها. جاوني سهلين ملاح. ودوكا العشيه حنجوزو ساعه ونصف اللغه الفرنسيه. وان شاء الله يكون سهل ان شاء الله، كيما اللغه العربيه والرياضيات. كيفاش تعاملوا معكم الاساتذه اللي كانوا يحرصوا فيكم؟ بلطف وحنان. نعم. شكرا. معي ايضا تلميذه اخرى، واسمك؟ ساره. جوزتي امتحان شهادة الابتدائي؟ نعم. كيفاش جاوبك الأسئلة؟ سهلين. والعشية واش حتجوزي؟ فرنسية. شحال كان بين المدة بين امتحان وآخر، شحال ريحتو؟ ساعة ونص. ساعة ونص. في الفترة؟ شحال؟ 15 دقيقة. راحة؟ نعم. 30. شكرا. بالتوفيق لكم. إذا هذه كانت آراء المجتازين لشهادة امتحان التعليم الابتدائي. للمزيد من التفاصيل زميلي نصر، نلقاكم في موعدنا الإخبارية اللاحقة. شكرا. نعم، شكرا لك.